بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. في هذا الفيديو رح نحكي عن present continuous tense، هي قاعدة المضارع المستمر. أول شيء بدنا نعرف شو هي قاعدة المضارع المستمر وعن إيش ممكن أعبر عنها. طيب، the present continuous tense is used to express the idea that something is happening now or is in progress. يعني لما بدي أحكي عن أمر هلأ يعني بيصير أو بيجي تنفيذه. يعني مثلا بدي أحكي أنا أكل الآن، مثلا أنا بدي أشوف الجملة وأحطها بالمضارع المستمر، أو مثلا أنا ألعب الآن، أنا أمشي، مثلا I am talking مثلا about. يعني هاي كل الأشياء استخدم فيها المضارع المستمر. طيب المضارع المستمر بدي أستدل عليه بوجوده بالجملة indicators زي إيش؟ زي now مثلا الآن، right now الآن يعني للتو، at present currently، at the moment nowadays، this year month week etc. يعني أي إشي this وزمن فهي مضارع مستمر. في عندنا كمان this week this month this time مثلا this وسنة معها، هاي كلها بتدل على المضارع المستمر. طيب شو الفورم لجملة المضارع المستمر؟ من شو الفورم لإلها؟ هي بنحط subject زائد الverb اللي هو البي verb اللي هي بي، والverb مع ing والcomplement. طبعا verb اللي هي verb to be اللي هو is و are و am. متى بحط is مع المفرد؟ حكينا she و he و it، و are they وال you وال are وال they وال you وال we، هاي كنا نحط لها are، وال am مع ال I، كان ال is الشي وال he وال it. تمام. examples زي مثلا he is learning English now. now دلت لنا إنه هاي الجملة مضارع مستمر، فأنا بحط للفاعل، بشوف الفاعل هل الفاعل مفرد؟ نعم مفرد، فبحط له is وبضيف للفعل ing is learning. car prices are getting higher nowadays. nowadays دلت لي أنه هاي الجملة مضارع مستمر، فأنا بروح بشوف الفاعل اللي هي إن ترتفع أسعار السيارات هذه الأيام، إنه ترتفع أسعار السيارات، فcar prices اللي هي أسعار السيارات اللي هي تعتبر جمع كيف عرفنا من الأس car prices أسعار السيارات. أنا ما بحكي عن شو اسمه عن السيارة مثلا، أنا بحكي عن أسعار السيارات. are getting higher nowadays، حطينا are وضفنا للفعل ing. طيب example تاني، I am taking 5 courses this semester، يعني أنا أخذت 5 مساقات في هذا الفصل اللي هم 5 مساقات. تمام. طيب to make yes or no question in a present continuous tense، بدي أشكل السؤال بمضارع المستمر. إيش بنعمل؟ مثلا عندنا هون مثلا he is learning English now، بدنا نحولها لسؤال. شو بتصير؟ مثلا بتصير he is learning English now، learning
English now. أنا هون بس بحالة السؤال. السؤال مش زي الـ present simple، أنا بحاجة لـ does or do. أنا منه فيه. is بتصير بتنازل بتصير بالأول بتصير is، وهي تنتقل محل الـ is تصير is وهي. يعني بس أنا ببدل بين الـ subject والـ helping verb، يعني بصير is he learning، بنزل الفعل نفس ما هو، بنكمل الجملة زي ما هي، وبنحط علامة الكويستشن مارك. تمام. مثلا كمان لو بدي أسأل في حالة الجمع، مثلا عندنا هون الكار، برايسز، جيتينج، ار جيتينج، getting higher nowadays. كيف بدي أسأل؟ الكار برايسز هي السبجكت، أسعار السيارات تعتبر هون بالجملة هي الفاعل يعني اللي أنا بدي أحكي عنها. ار هي الهيلبينج فيرب، فأنا هي شو بتتنازل بتصير بالأول، تصير ار الكار برايسز بتصير محلها، تصير ار الكار برايسز getting higher nowadays higher nowadays، ونحط علامة السؤال. شو بيكون الجواب؟ yes or no. هي أصلا أسئلة تسمى yes or no question. في هون كمان عندنا سؤال، are you taking 5 courses in this semester؟ هل أخذت 5 مساقات بهذا الفصل؟ هون بتكون الإجابة yes or no. تمام. هلأ هون في حالة إنه أنا بدي أنفي الفعل المضارع المستمر، كمان لما بدي أنفي أنا بدي أنفي منه فيه، يعني مثلا هاي الجملة he is learning English now بتصير he isn't is not learning English now، بس بضيف not. بالـ present simple زي ما بتتذكروا كنا نضيف doesn't or don't، يعني ما كانت موجودة بالجملة، أنا بس كنت أضيفها كإضافة. بس هون منه فيها في is، بس أنا بضيف not. not هي بتعبر عن النفي، زي هون مثلا car prices are getting higher، فأنا هون بضيف بس على are not. شو مكان الفاعل؟ شو مكانت الجملة؟ بس بضيف جنب ال helping verb not، وهون تنتفي الجملة. زي مثلا هون he isn't learning English now، هون كمان الجمل car prices are not getting higher nowadays، I am not taking 5 courses، وبنكمل الجملة. طيب هون في سؤال، change the following sentences to yes or no question. بدنا نشوف الجملة الأولى، the housekeeper waters the flowers every week. every week نشوف الدلالات بالجملة. every week هي مضارع بسيط، طبعا هاي الجمل عن المضارع البسيط والمضارع المستمر. بدنا نميز الجملة أول إشي، بعدين نحل على القاعدة. every week هي مضارع بسيط، فأنا بالمضارع البسيط كيف بدي أحول لجملة سؤال؟ يا بضيف do في حالة الجمع، أو بضيف does حسب الفاعل. بروح بطلع على الفاعل، الفاعل هون the housekeeper. the housekeeper مفرد singular، تمام. فأنا بروح بشوف شفت الفاعل، فبضيف أول جملة does، بحط السبجكت does the housekeeper زي ما حكينا، وبنحط الفعل وبنجرده ضروري بعد does، دائما does ودو بجردوا الفعل دائما. Does the housekeeper water the flowers every week؟ بنحط الـ question mark.
الجملة الثانية students wear uniforms at school in Jordan. هاي تعتبر طلبة يعني الطلبة الأردنيين بيلبسوا الزي الرسمي في المدارس. هاي تعتبر حقيقة يعني حقيقة بالأردن موجودة معتادين عليها الناس. فهاي تعتبر شو؟ مضارع بسيط. أنا عرفتها هي مضارع بسيط. فأنا شو بعمل؟ بطلع الفاعل. الفاعل عندنا students. students هي فاعل جمع. فالجمع لما بدي أسأل في حالة المضارع البسيط بدي أشوف أضيف do. بضيف do، حط السبجكت do students وبضيف الفعل. طبعا الفعل هو أصلا مجرد لأنه هو كان جمع. الجمع ما بنضيف أسو ياس زي ما حكينا. بنحط وير، بنكمل الجملة وبنحط الكويستشن مارك. الجملة الثالثة طارق drives his kids to football practice once a week. once a week حكينا هي من دلالات المضارع البسيط. لازم نحفظ الدلائل اللي هي مضارع بسيط. فأنا بروح بتطلع على الفاعل. الفاعل طارق، طارق مفرد، فأنا بضيف does وبحط طارق وبجرد الفعل. ما تنسوا نجرد الفعل دائما بعد does، مجرد الفعل نحذف الأس. هون some people see childhood as the best time in life. some people تعتبر من الجمع هي الناس. الناس see childhood. طيب كيف بدنا نحطها بسؤال؟ هي جمع، فالجمع دائما do، بنحط الفاعل هو some people، do some people، وبنحط الفعل وبنكمل الجملة وبنحط الكوستيوم مارك. هو أصلا الفعل مجرد منه من حاله لأنه في جمع كان. طب هنا الفرع الثاني بحكي لنا make the following sentences negative، بده إياها منفية. طيب نشوف الجمل. I play tennis on Saturday. يعني أنا ألعب التنس يوم السبت. فأنا بدي أنفيها إنه أنا ما بلعب التنس يوم السبت. شو بعمل؟ هاي الجملة مضارع بسيط. كيف عرفت إنه هي on Saturday؟ يعني إشي اعتيادي، أنا يوم السبت خلص بلعب تنس. فشو بعمل؟ بروح دائما بحالة النفي بجيب إشي يساعدني بحالة المضارع البسيط. شو بجيب هون؟ ما إنها I بعملها معاملة المفرد، مش إنه أنا مفرد يعني، لا. I دائما مع they we will you، نعملها معاملة الجمع. فأنا بحط I وبضيف لها don't play tennis on Saturday. طب كمان هاي الجملة the train arrives at half past three. اوكي فهون حاط لي وقت محدد، يعني هاد يعني دائما القطار مثلا بيوصل على 3:30. فانا هون بدي انفيها ان القطار ما بوصل على 3:30، بضيف train هي قطار فهو مفرد، انا بضيف له doesn't arrive، وطبعا نجرد الفعل arrives at half past three. طيب he goes to school on foot daily. daily دلت لي على المضارع البسيط يعني كل يوم. فأنا كيف بدي أنفيها؟ أضيف doesn't go to school on foot daily. Asil has classes on Sunday, Tuesday, Thursday and Thursday. كيف بدي أنفيها؟ هي دائما طبعا on Sunday Thursday يعني Tuesday. هاي الأشياء اعتيادية وبشكل مستمر يعني عندها لأسيل حصص أو دروس. فأنا هون كيف بدي أنفيها؟ أسيل مفرد، أنا بدي أضيف doesn't. طيب الفرع الثالث make full sentences present continuous. هو محدد لي بده present continuous من هاي الجمل. طيب الأولى بده إياها مثبتة they work now، فهي now أصلا دلت على present continuous. فأنا بضيف they دائما بتأخذ هي جمع بتأخذ are بنضيف للفعل ing they are working now. الجملة الثانية you بضيف لنا بده إياها بالنفي listen to me. you تأخذ اللي هي جمع تأخذ are، فyou are بنضيف النوت
you aren't listening نضيف ال ing to me. هون في عنا it مفرد تأخذ is منضيف للفعل ing وننتبه إنه ضعفنا حرف ال t. ليش؟ لأنه get هي إجت c v c هيها constant vowel constant فضعفنا حرف ال t مرتين صارت getting. الجملة الرابعة I eat chocolate cake now. Now دلت على present continuous فأنا حطيتها صرت I am eating chocolate cake now. I دائما تأخذ I am. ديما and Dana هنا ديما and Dana يعني صاروا جمع. شو بدي أضيف لهم؟ بضيف لهم R وهو بده إياها بحالة السؤال حط لي question mark. بنحط R ديما and Dana meet meeting their friends at 4 وبنحط ال question mark. The dog not play with a ball. The dog هو مفرد فأنا بضيف is وبنحط ال not لأنه بده إياها بحالة النفي isn't playing with a ball. تمام هون بحكي لنا بهذا الفرع كمان identify the errors in the following sentences and correct them. طيب هون ال errors I doesn't like this film. دائما حكينا ال I بنعملها معاملة المفرد وانتبهوا عليها لأنه يمكن يجيبوها يعني احتمال يجيبوها احتمال كبير لأنه ال I دائما بخربطوا فيها بفكروها مفرد بس هي جمع بنعملها معاملة الجمع هي بنحطها I don't like this film. Rama sometimes walk to school. راما حط لنا خط الخطأ كان هون إنه راما مفرد وهاي جملة مضارع بسيط دائما حكينا في حالة المفرد المضارع البسيط بنضيف للفعل s or es هون ضفنا s فخليناها walks. هون they staying in a hotel by the sea. طبعا they حط لنا staying بس مش حاط الهيلبينج فيرب اللي هو ال are staying فهون ناسي ال helping verb تصحيحها are staying. طيب الجملة الرابعة every day ننتبه انه هي مضارع بسيط دائما every day every month every year هدول كلهم مضارع بسيط. صابري is going to work هون حاط لي اياها بالمضارع البسيط حكينا بالمضارع المستمر وهي مضارع بسيط المفروض تكون لانه every day every month هذول كلهم مضارع simple present وهي مضارع بسيط فانا بحذف ال is going بضيف بدالها go بضيف شو s بس لانها انتهت ب o بضيف es كان دائما ال o وال z وال ch وال sh الأس هدول كلهم بضيف لهم إي أس وليس أس. طيب I watch TV right now. Right now مدلت لي على البريزنت كونتينيوس فأنا ما بصير أحط الفعل بالبريزنت سيمبل لا لازم أعدله ل I am watching. I am watching بحط الهيلبينج فيرب اللي هو الآم بحط اللي هي ال ing صير I am watching. هون كمان he is never getting up at 6 a.m. طيب at 6 a.m. دلت لي انه هو present simple at 6 a.m. يعني على الساعة 6 هو مستحيل يصحى اللي بيحكوا عنه فهون هي مفروض تكون present simple يعني هي اشي اعتيادي يعني خاص تعودوا عليه انه هو مستحيل يصحى الساعة 6 ابدا فبنحط get up بس لانها هي انا بضيف لها s he never gets up at 6 a.m. عبد don't speak German عبد هو من المفرد فأنا ما بصير أضيف له don't أنا بضيف له doesn't لأنه مفرد
We have a great time at the moment. At the moment دلت على present continuous. فأنا ما بصير أحط have اللي هي present simple. لأ أنا بضيف اللي هي we. We هي جمع فأنا بضيف لها are having اللي present continuous. Usually Sara is working as a secretary. But this semester she studied French at a language center in Jabal Amman. Works هنا اللي عدلتها ل works وهنا عدلتها ل is studying. ليش؟ لأنه أول شيء usually دلت على ال present simple. Usually دائما دلالات ال present simple. فأنا صار عندي بحط الفعل بس بضيف له s works. بس هون this semester حكينا أي إشي this وزمن هذا الفصل بمعنى هذا الفصل يعني she studied. Studied بدنا نحولها لا is studying. ليش؟ سارة مفرد بضيف لها is و study نخليها studying. 10 what do you want. في كتير ناس بيحكوها what do you want بس هي what do you want بدون الأس لأنه حكينا دائما وأبدا do or does تجرد الفعل خليه فعل مجرد verb infinitive. طيب آخر سؤال اللي هو correct the form of the verb in parentheses. طبعا هيك بيجيبوا الجمل عادي. عزيز بضيف بحطوا لكم الجو بين أقواس و to the cinema once a week. once a week دلت لي على البريزن سيمبل. فشو عزيز لازم يكون go بس لازم نضيف له es. هسا حكيناها قبل شوي بنحط es لأنه هي بريزن سيمبل. his brother take a test at the moment. at the moment present continuous. فأنا شو بدي أضيف his brother مفرد بحط لها is حالة present continuous و taking a test at the moment. my friends وهون في عندي فراغ usually فراغ so early. طيب هون حط لي في حالة النفي بس هنا شو الدليل هو usually present simple. كيف بدي أنفي بحالة present simple؟ حكينا do أو does do أو don't اللي هي don't أو doesn't عفوا. فصارت هي my friends don't leave don't usually leave so early. عادي ممكن إنه الظرف يفصل بين ال helping verb أو مثلا ال helping verb يعني والverb الأصلي عادي هي don't usually leave. طيب هون بحكي turn off your little sister always the lights. هون بدي أسأل حاطين علامة سؤال كيف بدي أسأل your little sister هي مفرد أنا كده أسأل بي does. does your little sister طبعا عرفنا من always إنه هي present simple عشان هيك سألت بدز. does your little sister turn off the lights ونحط علامة السؤال. هنا بالجملة الخامسة I have to go now it gets dark. طيب حطلنا بين أقواس اللي هي get وحطلنا بالجملة now. now من دلالات الـ present continuous فأنا بدي أعدل الفعل لا it is getting dark يعني now في إلها يعني هلا بتظلم الدنيا. on her right hand Jude carry her hand bag. حاطين لنا قواس على carry. طيب on her right hand Jude carry her hand bag. فهنا بتصير is carrying her hand bag. ما أتوقع يجيبوا هيك جمل يعني ما فيها دلائل.
يعني على الأغلب بيكون في دليل زي now in this moment مثلا usually sometimes. هاي الدلائل اللي بتكون يعني واضحة وصريحة بالجملة، عشان هيك بتعرفوا يعني مش من المعنى، بيكون من الدليل اللي موجود بالجملة، أو إنه بيكون fact إشي اعتيادي مثلا، فأنتوا بتعرفوا إنه هو مثلا present simple. My watch is broken and it need to be fixed. طيب my watch is broken يعني ساعتي مكسورة، and it needs يعني هي بحاجة لتصليح، ما بحكي it is needing يعني هي يعني إشي مستمر إنه لازم إنه تتصلح، لا هي بنحط needs لأنه زي إنه أمر مثلا أو بحاجة لتصليح يعني. هاي بتكون إنه simple present، ما بتكون simple، ما بتكون continuous يعني هي خلاص رح تتصلح وتخلص، يعني مش رح تضلها تتصلح. This term إبراهيم study وحط لنا not English. طيب this term اللي هي هذا الفصل إبراهيم، هذا حكينا this وزمن، فهي present continuous، إبراهيم مفرد، بحط isn't studying English. He bring not gift to his wife on her birthday. طيب بمعنى انه هو لا يحضر هدايا لزوجته في عيد في يوم ميلادها، فهذا الاشي اعتيادي يعني هو خلص اتعود انه ما يجيب هدايا لزوجته، فهون بنحطها بالمضارع البسيط، هو بده اياها نفي، فهي لانها مفرد حكينا doesn't bring gift to his wife on her birthday. cook your mom dinner now بده اياها بحال بالسؤال، فبتصير is your mom cooking now، وهنا ناو عرفنا انه هي present continuous. هيك بنكون خلصنا قاعدتين اللي هم قاعدة الـ present simple والـ present continuous. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هدول الفيديوهات. اهم اشي ركزوا بالدلائل، انه تحفظوا الدلائل المضبوط، وتركزوا على الفعل انه مجرد او مش مجرد، او نضيف له ing او لا، وركزوا كمان على الأشياء اللي حكيت لكم إياها، إنه مثلاً ضاعف الحرف في حالة الـ ING، كيف ننفي كل زمن، كيف نسأل، هاي الأشياء اللي بجيبوها يعني أشياء سهلة بسيطة وبتكون يعني مش معقدة للأمانة، يعني في أشياء كتير ممكن تستبعدوها بالأجوبة يعني كحالة من الاستبعاد، وبكون خلاص الخيار الأخير هو الخيار الصح، يعني بكون في خيارات كتير بعيد عن بعض. فما يعني ما تستصعبوا الامتحان، ان شاء الله بيكون عليكم سهل، وان شاء الله الله يوفقكم، ولا تنسونا من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.